تصير لك الموضوع قال المستحيل يحصل. هلا وسهلا. هاي. احنا اليوم في رياض وينتر وندرلاند اللي جات من لندن للرياض. يلا. اتوقع انه شقوا معلوماتي ولا معلوماتك؟ طبعا معلوماتي. تخيل ان في رياض وينتر وندرلاند فيه اكثر من 40 لعبة غير الخيام الموجودة زي ايش؟ مارفل وليجو الودنس وسنو بارك وتوي زرس وليزر اكسبيرينس فوت بارك وما اعرف ريالبة رياض وينتر وندرلاند تكفي اكثر من 40 الف شخص وغير كذا كل يوم خميس في العاب نارية. ها ايش رايك بمعلوماتي؟ والله قوية. مكان مرة حلو. تخيلوا انه في رياض وينتر وندرلاند في 3 زونز فور فود اند بيفرج. اوه ماي جاد. هذا زون 1 وزون 2. رياض وينتر وندرلاند فيها أكبر ساحة تزلج مفتوحة بالشرق الأوسط لازم تكون تتزلجون فيها قبل شوي خمسة يعني لا تخافين يلا رفاعي مدير زون رياض وينتر وندرلاند اهلا وسهلا شو تقول؟ اختصر لك الموضوع اختصر لي عندنا ابو ناصر خلى المستحيل يحشنا وانا شاهد على الموضوع هذا اهلا وسهلا